الهلالي يلعب ليه كمارة ولكن كيرا يخطف وادي عصور فوزي منطلق ومخترق ولكن ترتد محمد نجيب. هو ده اللي احنا كنا عايزينه، هو ده اللي احنا كانت الشرطة هيلعبها. كيرا صامويل كيرا لما اتحرك صامويل كيرا اتحاد الشرطة فاق قدروا يوصلوا المرمى اداهم الاسبقية على طول بهدفين. كيرا يلعبها لبوبا ولكن تخرج لخارج 20. بدأ اتحاد الشرطة يدخل في اللقاء نفذوا تعليمات الجنرال طلعت يوسف او مدربهم بقى طلعت يوسف لخارج الخطوط ادتهم الاسبقية بهدفين والمصري بدأ يتدارك تاني الموقف واستطاع ان هو يرجع للقاء بهدف حتى الان في صفنا الاول. ادي كيرا يلعب الركنية يا راجل يا راجل يا راجل ينقلها الرضا العزب العزب العرضية مفيش تفاهم مفيش تفاهم مفيش تفاهم يا جماعة. حمادة يوسف يلعبها كده 17 حتى الان مشوار كبير لهذا صالح العملاق. جورجو يلعب ضربة العزب رضا العزب لسه على التنفيذ اتحاد الشرطة يلعب التماس لكيرا كيرا ولكن حمادة يوسف مبدأ السلامة جدا تكتيكي واخدها التعليمات طلعت يوسف على عكس بقى المصري الشوط الاولاني خط ظهره تركز السادس واحنا بعد الاسبوع الثاني يفرق كتير جدا المكسب. يرجع للقاء النهارده لجنة بورسعيد هيكون بديل طبعا اكيد هجومي ولسه قدامه برضه ايضا يبدا ثاني تغييراته لسه يفضل له تغيير. هل هيطلع محمود سمير القادم المصري يلعبها لاحمد جلال لرضا العزب لكيرا لمحمد حنفي حنفي لكيرا طبعا الهدف يدي ثقه ولكن لسه الكره توصل عند اسامه العزب يخطف بوبا يطول لصامويل كيرا صامويل كيرا لسه يلعب على التنفيذ كيرا مستني المسانده يلعبها حلوه لبوبا يسيب لسه ماشي يلعب لبوبا محطه استلام كويسه قوي بوبا في هجوم اتحاد الشرطه. ادي صامويل كيرا يطولها عند احمد جلال وعشان يعدي كورته ليه كيرا 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 متوغل كيرا ويصوب تخبط في عمرو الدسوقي راسيه تاني من الدسوقي. ادي كره حمدي سيف والشرطه من بعد الهدف وادي صامويل كيرا لجورج واحد دلوقتي لانه نص ملعب النادي المصري كل لعيبته بتلعب في نص ملعب اتحاد الشرطه مفيش حد عامل عمق دفاعي يعني اي مرتده هتشكل مشكله لدفاعات النادي المصري. ادي وليد عبد العزيز داخل منطقه جزاء اتحاد الشرطه ولكن صامويل كيرا لخارج الملعب وضربه ركنيه. لما تقطع تذهب الى رقم 14 محمد حنفي. صامويل كيرا محاوله قائمه لفريق نادي الاتحاد كيرا لرضا عزب رضا العزب لصامويل كيرا حمدي سيف البدايه في اسنان عاشور صامويل كيرا هذا الغني اثبت وجوده في الدوري المصري مفيش كلام. صامويل كيرا حمدي سيف صامويل كيرا نص شحات صامويل كيرا احمد عيد عبد الملك النمر كان متاخر شويه كده مهاجم الحدود احمد عبد الغني وعلى طول يشاف الدفاع نادي اتحاد الشرطه لحمدي سيف صامويل كيرا كيرا بيغير اتجاه جسمه بيوزع احمد حسن مكي صامويل كيرا بيعدي كيرا صامويل في ذات اليسار احمد حسن مكي صامويل كيرا بيعدي كيرا صامويل في ذات اليسار محاولة على طريق كونتر اتاك الهجمة المرتدة لاتحاد الشرطة صامويل كيرا أمامية في اتجاه اللاعب أحكى ومبروك السيسي وأحمد شرف وأمثلة مختلفة في نادي الاتحاد. هذه محاولة لاتحاد الشرطة هذه العرضية إنما صامويل كيرا أمامية ممكن يزداد الشراسة الهجومية في هذا اللقاء لإحراز هدف آخر. طبعا عايزين ملاعبنا المصريه كلها. صامويل كيرا محمد حنفي تداخل من اسلام الشاطر هو اللي صالح اتحاد الشرطه. صامويل كيرا على التنفيذ
صامويل خيرة على تنفيذ وادي الحارس من كل لاعبين من فريق نادي حرس الحديد. كابتن محمد ابراهيم المدرب لاتحاد الشرطه المدرب المساعد ايضا اللي وسط توجيهات الكابتن طلعت عمل اسقاط الكابتن ياسر عبد الرؤوف ساعدت على طول ستكون تصفيرة في الهاتف الاول من هذا اللقاء والتقدم لحرس الحدود على اتحاد الشرطه بهدف نظيف يقطع الكره سمو الكيره سمو الاماميه قطع من محسن الشحات سامويل كيرا الهدف الثاني لهذا اللقاء سامويل كيرا سامويل كيرا غاني من مدينة أقرا العاصمة الغنية البداية كانت في جولدي لما جه مصر لعب فترة كبيرة في نادي حرس الحدود من دفاعات اتحاد الشرطة تذهب إلى سامويل كيرا أمامية اللاعب جون شامبو القادم من نادي الاسماعيلي هذه كرة عرضية سمو الكيرة توزيع في ناحية اليمين لأحمد عيد عبد الملك وادي العرضية محاولة للحديد إنما بالصبر بيبقى بيحاول إنه يعدي وينفرد تبقى المحاولة قائمة لاتحاد الشرطة غير الميسي جون جامبو كاميني مارتيني أمامية من كاميني سامو الفيرا إذا إلى الدوري المصري نتاخد مسار قليل موسم 74-5 تقاطع وتذهب إلى الأمام عصام يقطع من حنف العصام لسامو الفيرا وفي عرقلة مع سامو الفيرا أحمد عاصم أحمد عاصم أمامية من أحمد عاصم تحصير بالرأس وعلى يساره لنسعي محمد سعد أمس راح أكون مسلمي وادي السبورت المتماسك في اللاعب واحد واحد في جراح حلوة وسريعة وفي لمحات حلوة في المنصورة الاهلي وغد المحله في القاهره هدفين مرتين حسن مصطفى كريم 11 هدف احمد عبد الغني 10 اهداف عادل مصطفى 10 اهداف محمد ابو تريكه عبد الله سعيد 9 اهداف ادي الكوره في جهه اليسار احنا كاتبين زمان في السلام كان حاجه بالقدم يقول لك حلوه حلوه